أنشتاين وما يفسروش، تعرفش بالحق أنشتاين وما يفسروش. هي تحية للمواقف اللي تخليك تعرف الشخص على حقيقته بالحق. أنا وصل كلمة قال لي نخسر عليك 2500 في النهار تكيت، فهمت؟ حاجة في الرجل التونسي انه يحب المرأة يدللها يحافظ عليها، فما برشا عكس هذا، فما انتوراج خايب على الاخر انه يوصل معناها يتشمت في المرأة ولا يعمل حاجات سفابا، هذا موجود وهذا ما ننكروشو، ديجا نشوفو فيه كل يوم في المتروات في الشوارع في كل بلاصة، حتى الواجهات حتى المكاتب، فهمت؟ وخلي عاد قدام الليسيات ما قال حد لحد، فهمت؟ الرجل التونسي أنشتاين وما يفسروش، تعرفش بالحق أنشتاين وما يفسروش، فما الباهي أما فما الخايب برشا. أنا هكا نظرتي للراجل، فما حاجات يحدوا لك الراجل اش معناها هو شنيا هو بالضبط، فهمت؟ برشا حاجات برشا. احكي لي شنيا الخايب اللي في الرجل التونسي وشنيا الرجل اللي أنت تتمناه يكون؟ أنا في تونس ما نتمنىش حتى راجل توا، بور لو مومون ما نتمنىش. علاش؟ على خاطر فما برشا حاجات، راهو شوف أنت ما توصل تاخذ ديسيزيون كيما هكا إلا ما تكون عندك حاجات حسيتهم، حاجات توجعوك، حاجات ظلموك فيهم، فهمت؟ إي، أقرب شوي. الراجل التونسي بمعنى ما تلقالوش حتى تفسير. كيفاش ظلمك الراجل التونسي؟ ما نحكيش ظلمني، أما ظلم روحه، أنا ما يظلمنيش. ما يوصلش باش تظلمني، ظلم روحه، ظلم روحه في برشا حاجات. تسمع بها كنقودهم الى الجنه بالسلاسل، هذيك هي هذيك. ايش صار؟ والله ما ماذا بيا ما نحكيش فيه، الموضوع هذا خص تفاصيل، اما احكي لي انت شنيا معناها الحاجات اللي خليتك تقول الكلام هذا؟ انه كي تصير لك حاجه مثلا في الانتوراج نتاعك ما تلقيش واقفه معاك، ما تلقاهوش، ما يسالش، ما يطلبش، ما يجيش، ما هذوك. انا شوف عشرة العمر هي مش نهار وعدي، مش اثنين وعدي، مش جمعة وعدي، هي مواقف بين لك حقيقة الشخص اللي أنت معاه. ونشكر المواقف، بالله تحية للمواقف اللي تخليك تعرف الشخص على حقيقته بالحق، تعرف الشخص اسكو هو يستحق أنه يكمل معاك ولا لا. وقت ذاك أنت تاخذ ديسيزيون أنه تنجم تقول لي في لامين وباي باي، على خاطر مهما تكون العشرة، والعشرة مش بالمدة، العشرة بالظروف، العشرة بالظروف اللي تعديت بها وقفة معاك، أما حاجة أخرى ليها مستحيل، فهمت؟ أكثر من هكا ما عندي ما نقول. فما هذا ما يعنيش أنه الرجل التونسي باهي، أما برا نقوله 10% باهي، 10% يكفيهم وزيادة زيادة. أنت شخص واحد خليك هكا تعبي قلبك على رجل الكل؟ شوف مش شخص، حتى ظرف واحد يخليك تعبي قلبك، خاطر انت تعرف روحك شنو كنت، تعرف روحك شنو عملت على خاطر الانسان هذاك، صبرت، ضحيت، كذا كذا، فهمت؟ اون فاز فاز كما يقول لك كلمه سافا با، فهمت؟ كلمه توجعك. انا بالانسان اللي بكيني انا بكي برشا، نهار كيما نسيق في وجهي، عرفتها؟ نهار كيما نسيق في وجهي. العينين المزيانه هذوما الله لا يبكيهم. عايش اختي ربي يبارك لك. نهار كامل مش نهار كامل نبكي بكية سنسيبل، سبحان الله، ربي سبحانه يقول لك إذا أحب الله عبدا رزقه لنا القلب، مو هكا ولا إنسان سنسيبل رهيف من داخل، فهمت؟ فما حاجات يخلوك تبعد، يخلوك تخمم في مستقبلك. أنا بقيت 6 سنين في الدار، تو قررت نعمل فورماسيون خاطر الراجل ودار وهنا وصغار، حكاية فارغة. برا انت اخدم، برا انت اسعى. انا وصل كلمه قال لي نخسر عليك 2500 في النهار تكيت، فهمت؟ معناها عايرك على حقتك. اي حقتك 2500 مش يصب لي انا، راهو يصب فين باش نحكيه، فهمت؟ 2500. دونك انا قررت نرجع نقرا من الاول كهو، ونبدا حياتي من جديد، ومن بعد كان فما حاجه تجيب تبيعتها، خلي ربي سبحانه والاختيار، فهمت؟ ربي سبحانه. احكي لي قداش مده قعدتوا مع بعضكم وقد عندك ملي يعني درت جبت لي الموضوع هذا. قلت لك ما نحبش نحكي فيه. ليه جوست المده وقد وقت؟ دوزون. دوزون مع بعضكم، وقد عندك ملي بعد؟ دموع. نسيت. كيفاش قعدت عندك؟ شوف تنسى انا مانيش، هو ماهوش رومي وانا مانيش جوليت، ما عنديش الوقوف على الاتليت، على خاطر حاجه مشيت ربي معاه. انا صحيح خذيت ديسيزيون انه كل حد على روحه، وما عادش تربطني به حتى علاقه، كهو في لامين وباي باي، كهو بالنسبه لي انا بابا هذاك الرجل الوحيد اللي تفضله اللي بالحق يستحق انه تحبه وتدل وتخاف عليه تصون، نقول له ربي فضلك ليا، ربي خليك ليا، بلي بيك بالحق انا ما نسويش، خواتي زاده،
كهو بابا او لا احد بالحق ربي فضله لك ان شاء الله يا ربي والله عايشك هذوما دموع نتاع حب نتاع حب البابا بالحق البولي خليك تهرب البولي خليك تحب الدنيا خليك تقف على روحك خليك تعطي ثقه لروحك البولي يقول بنتي بألف راجل بنتي بألف راجل يعني هذيك ديما حاطتها قدام عيني بابا راهي بنتك بألف راجل بابا راهي بنتك تحبك وتقدرك وتقولك ربي يشفيك ليا كهم ربي يشفيك ان شاء الله ربي يعطيه حاجه ربي ان شاء الله انت تخدم وتعمى وتحج ان شاء الله يا ربي هذيك امنيتي ان شاء الله نعطي حاجه لبابا يستحقها بالحق لخاطر البو ما نجم يقدم لك كان الحب القدر الحنان واهم حاجه انك تحمل مسؤوليه قراراتك اهم حاجه فهمت انا ويتت وجا بابا وقال لي ليه فما حاجات تنصحني فيهم ويا ريت سمعت كلامه يعني بوك نصحك على الشخص اللي كان ما نجاوبكش خير ما نجاوبكش خير اما خويا القديمة اهم حاجه ماما تجيش تتغشش ماما زيد ليه انت عاد حكيت على خاطر وقف معك كيما توصل تاخذ ديسيزيون كيما هكا الا ما يلزولك 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 للي انت تولي بالرسمي هذيك على اقتناع انت تندم خاطر ديسيزيون ما خديتهاش عندك برشا تندم على النهار على العامين اللي عديتهم على خاطر الساعه بحسابها والعمر بحسابه العمر يتعدى راهو وانا بالحق نقول مفهوم البير ولا منقيعو عندنا كلمه في السليانه تقول مفهوم البير ولا منقيعو عز حاجه انك تختار من توا وتقرر من توا من بعد تبدا صغار ودار وعام حاجه اصلا تقول خمم في صغاري بربي لا تخموا في صغاركم خموا في روحكم قبل ساعات تعرف واحد وتحبوا كذا كذا ومن بعد تقول على خاطر صغار نصبر ما تصبريش على خاطر صغار اصبري على خاطر روحك دلي روحك يقفي قدام المرايه ويقولي انا نستحق هذا ما نستحقوش انا هذا انا نستحق حاجه بطبيعه فما ناس تقول ربي يعطيك على قد قلبك يتفجع انا بالحق تقول ربي على خاطر يعرف روحه شنيه من داخل نظيف ولا فهمت هذيك علاش اذا انت تعرفي روحك شنيه تستحقي وشوفي شنو المعامله نتاعك كاو خذي ديسيزيون بسلام ما حليها كلمة بسلام وباي باي هبلوا انا نموت عليهم يا ربي فضل لي الناس اللي حبتني والناس قدرتني اي سرتو عائلتي اكثر اهم حاجه اقرب بحذايا اهم محور عائلتي في الدنيا عائلتي في الدنيا نحب اللي يحبهم ومش نكره اللي يكرههم ننتقم اللي يكرههم على خاطر عائلتي ما تستحق كان البيه